قياس الضغط بطريقة السماعة. ادي مكان اللي بحط فيه السماعة فوق المرفق وللداخل. ابتدي اقفل جهاز الهواء، صمام الهواء، وارفع الضغط فوق حوالي 30 درجة فوق الضغط اللي انا جبته بطريقة النبض قبل كده. وابتدي بعد كده وانا بنزل بفتح صمام الهواء وبنزل، هبتدي اسمع صوت. اول ما اسمع صوت هيبقى ده صوت الضغط الانقباضي، وهيستمر الصوت معايا لغاية ما يجي يختفي، يبقى عندها ده الضغط الانبساطي، وبعدين ابتدي افتح الهواء على الاخر.